Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus chez Cuisine Malia. Je suis ravie, enchantée d'être avec vous aujourd'hui et je vous propose une recette de pain farci au fromage spécial tartiflette. Ce pain farci moelleux et savoureux est apprécié par les différents pains à la table de Ramadan. Ce temps privilégié pour souhaiter à tous paix, bonheur, fraternité et accueil mutuel. Et je vous laisse suivre ma vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et vous abonner. Vous pouvez aussi mettre en place la petite cloche pour pouvoir suivre mes prochaines publications. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, c'est Cuisine Malia. Vous êtes les bienvenus. عسلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مالية. اليوم اصحابي وحبيبي باش نقترح عليكم وصفة خبز خفيفة ظريفة. الوصفة هذه محبوبة عند الكبار والصغار. الوصفة هذه ما تتكلفش وما تطلبش برشا وقت باش نحضروها، والمكونات متاحة في كل دار وفي كل مكان. هيا نمشي ونشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة باش نبداو متفاهمين فيها اصحابي وحبيبي، الخبز هذايا محشي بنوعية متاع جبن. اذا كان متوفر عندكم فبها ونعمة، اذا كان مش متوفر عندكم تنجموا تعوضوه باي نوعية متاع جبن يكون موجود. به المكونات عنا كعيبتين بيض وعنا الفارينة وعنا الكريم فريش ونجموا نعوضوها بالياوغت ناتور، وعنا زوز ساشيات متاع لوفور، وعنا شوية متاع بيكربونات وشوية زيت والملح بالطبيعة. وصفة الخبز متاع اليوم مانيش باش نحطو فيها الماء بالكل، باش نعجنوها بالكريم فريش. كيما تراو خذيت الكريم فريش حطيتها في الصحفة اللي باش نخلط فيها العجينة متاعي، وباش نحط عليها نصيف مغرفة متاع قهوة بيكربونات ونخلط مليح بالكدا بالكدا. فما سؤال باش يتطرح، علاش نحطوا البيكربونات؟ البيكربونات باش الخبز نتاعكم يجيكم مرخي، راهو ماهوش حاجة ضرورية، أما باش الوصفة نتاعتكم تجيكم مزيانة وبنينة تحطوا فيها شوية بيكربونات. ودايوغ أي نوعية نتاع خبز تحبوه يبدا مرخي تحطوا شوية بيكربونات الخبز نتاعكم يجيكم مرخي ويجيكم مزيان. بعد ما خلطت المكونات هذوكم الزوز مع بعضهم، توا زدت كعيبتين البيض وكيف كيف نخلط بالكدا بالكدا كيما يلزم بالكدا بالكدا مدة 5 دقائق على الأقل. الطريقة اللي خلطت بها الخليط متاعي راهي عندها قيمة كبيرة في نجاح الوصفة، وماذا بكم الكريم فريش ولا الياوغت مع البيكربونات تخلطوهم هما الأولى قبل ما تحطوا المكونات الأخرى. لهنا جاء دور الفارينة وخميرة الحلويات. نخلط المكونات هذوما، نفك الخليط هذاك حتى نتحصل على عجينة تكون لينة. الميزان متاع الفارينة بالضبط حطيت 800 غرام على الخليط متاعي. احنا حطينا كعيبتين بيض، راهو فما بيض يبدا كبير نسحقوا اكثر فارينة، وفما بيض يبدا صغير نسحقوا اقل، يعني ما بين 700 غرام و 800 غرام متاع فارينة ما اكثرش. لهنا العجينة متاعي تلمت، توا باش نحط مقدار مغرفتين متاع زيت ونعجن العجينة ديكا مدة 5 دقائق. الحقيقة الخبز هذايا راهو ما يسحقش عجنين، يعني دوب نلموه ونعجنوه شوية وكهوا، ومن بعد باش نبدو نحضروا الوصفة متاعتنا. الحقيقة وصفة ما تطلبش وقت كبير باش نحضروها. بعد 5 دقائق عجنان تقريبا العجينه نتاعي باش نغطيها بالبابي سلوفان وزيد نغطيها بمرسو نتاع قماش ولا ترشون، وباش نخليها ترتاح على روحها للطون انا نحضر الجبن اللي مش نحشي به الخبز، خاطر يطلب شويه وقت باش نحضره. الجبن اللي باش نحشو به الخبز متاعنا صحابي وحبابي يحضروا به وصفة اسمها التغطيفلات، متكونة من البطاطا. احنا اليوم باش نحضروا به الخبز، اذا كان انتم متوفر عندكم راهو فبها ونعمة، اذا كان مش متوفر تنجموا تعوضوه اي نوعية متاع جبن اخر والخبز متاعكم يجيكم مزيان. انا ننصحكم للوصفة هذه اذا كان مش متوفر جبن هذا بالذات تنجموا تعوضوه بالموزاريلا والريغوتا، تنجموا تعوضوه بالموزاريلا والفرماج رابي، تنحطوا فرماج رابي وجبن الكاري، يعني ما تتحتموش على الجبن هذايا بالذات باش تحضروا الوصفة متاعتكم.
لهنا كيما لاحظتوا حطيت زوز انواع نتاع جبن وكعبرتهم كعابر وباش نغطسهم في الفرينه باش يطوعني الجبن هذاك للخدمه. كيما تعرفوا اللي هو طري يبقى يتلصق في اليدين، هذاك علاش نغطسه في الفرينه والا في النشا. ومن المستحسن يكون الفرينه خير باش تنجموا تحلوا الخبز نتاعكم وما تتقلقوش. بعد 20 دقيقة الوقت اللي حضرت فيه الجبن متاعي، الخبز ارتاح على روحه كيما تروا ما شاء الله. توا باش يطوعني الخدمة كيما يلزم وباش نقصوا خبيزات متوسطين. انتم كيما تحبوا وتشتهوا، تحبوا تعملوا خبزة كبيرة خبزة صغيرة، انتم على رأيكم وعلى ذوقكم. به لهنا العجينة متاعي حاضرة ومش نبدأوا عاد نفصلوا الخبز متاعنا، وتبعوني خطوة خطوة باش الوصفة متاعتكم تكون ناجحة. وما تنسونيش في البصمة والاشتراك في القناة إذا كان كنتم مش مشتركين، وتفعيل الجرس وهذا فضلا وليس أمر، واللايك هذيك راهو هو اللي باش يطلع الفيديو. صحابي وحبيبي كيما تراو صحابي وحبيبي العجينة تتلصق على البلون دو طرافاي. أنا تعمدت عملت العجينة طرية شوية باش من بعد وقت الرش بالفرينة هاك العجينة تشرب بالفرينة والخبز متاعنا ما يجيناش يبس. فما بالك إذا كان تعملوا العجينة يبسة من اللول ومن بعد ترشوا الفرينة، الخبز متاعكم راهو يجي مكبد وما يجيش خفيف وما يجيش فارغ من داخل. هذه ملاحظة نعطيها لكم ما دامنا قاعدين نخدموا في الخبز وأنتم تشوفوا كيفاش بالضبط. لهنا بعد ما حليت الخبيزه هذيك بالقلقال هذيك الموشود، حطيت البول هذيك نتاع الجبن اللي حضرناها بالمسبق. وانتم عينكم يزينكم راكم، اذا كنت تحبوا خبزه تكون اكبر من اللي حضرتها انا تنجموا تحضروا خبزتكم بالطريقه اللي تحبوا عليها انتم. هاكم تشوفوا وبشويه بشويه نحطوا الفرينه، ما نحطوش كميه كبيره باش ما تسلقناش على البلون دو طرافاي وباش هاك الجبن هذيك ما يخرج، وخاصه النوعيه نتاع الجبن هذيا الحقيقه طري، معناتها وقت اللي تبدوا تحلوا عينكم ميزانكم بشويه بشويه حتى تحلوا عجينتكم. اذا كانت نجموا تحلوا بيديكم فبها ونعمه، اما المستحسن يكون عندكم قلقال. وفي نفس الوقت تحطوا المقله على النار وتكون على نار هاديه، ما تحطوش المقله على نار سخونه برشا والخبيزات نتاعكم بعد يتحرقوا لكم وما يجيكمش مزيانين. راكم تشوفوا على القلقال كيفاش ثنيت الخبزه وهزيتها وحطيتها في المقله ما غير ما نحرق ايدي. هاكم تشوفوا دوب ما تحطوها تعمل دقيقتين ثلاثه تقلبوها باش يبقى اللون نتاعها مزيان. نرجع معاكم للبلون دو طرافاي ونعملوا خبيزه اخرى، وبالطريقه هذه الجبن ما يخرجش لا على اليمين ولا على اليسار. وتردوا بيكم وقت اللي تبدوا تحلوا الخبزه بالقلقال ما تنزلوش عليه برشا بشكل الجبن اللي في وسط الخبز ما يخرجش. وقت الخبزه الطيب تدهنوها بشويه زبده على الوجه الفوقاني وتحطوها في الصحن وزيدوا تحطوا فوق منها واحده اخرى، وهكذا حتى تكملوا الخبيزات نتاعكم الكل. الخبز هذايا وقت اللي يطيب راهو ما نجموش نصبر عليه، يلزمنا نذوقه منه قبل ما نكملوا الخبزات الاخرين. راهو فما شكون وراي يحب يذوق منه الخبز هذايا يشهي وريحته فوحه في الدار، نودكم ولا نشهيكم. راكم تشوفوا ما شاء الله الله واحد. نرجعوا للمقله ونكملوا تطيب الخبيزات الاخرين اصحابي وحبيبي. هاكم تشوفوا ما شاء الله ينفش ومن بعد راهو يهبط الخبز هذايا، واللي يعجبك فيه اللي هو خفيف ما فيش البابه من داخل. الخبز هذايا تنجموا تحضروه في شهر رمضان مع جمله الخبز اللي نحطوه على الطاوله، تنجموا تحضروه لشق الفطر كيما تنجموا تحضروه للسحور. الخبز هذايا تنجموا تقدموه في عشويه في الدار كي تبدا عندكم ضيوف، تنجموا تقدموه في مناسبه كبيره البوفيه ديناتوار ويتقدم وحاجه ممتازه على الاخر. الحقيقه كي مش نحضروا كميه كبيره يتطلب وقت كبير، اما راهو خبز مزيان برشا الحقيقه ويشرف على الطاوله خاصه كي نبدو عندنا ضيف. الخبز هذايا خفيف ظريف، خبز ما نحكي لكمش عليه. راكم تشوفوا ما شاء الله كيفاش هاك الجبن هذاك ذايب في وسطه. ما نزيدش نشكر لكم اكثر من هكا الخبز هذايا اصحابي وحبيبي، وصفه الحقيقه تسحق باش تجربوها. الوصفه هذه اذا كان تتبعوا الخطوات اللي قمت بهم في الفيديو بقدره الله وصفتكم تجيكم ناجحه 100%.
ملاحظه نعطيهكم وماذا بكم كعبه الياغورت والا الكريمه الفريش والا البن اللي باش تخدموا به يكون خارج من الفريجيدير على الاقل سويعه من زمان بالمسبق، والبيض زاد كيف كيف، الماء يكون دافي، وما تنسوش رشه البيكربونات راهي تخليكم الخبز ناجح 100%. اصحابي وحبيبي باش نقص لكم خبزة اخرى باش تشوفوا كيفاش تجي من داخل الخبز هذايا. اذا كان تطبقوا الوصفة من الاول حتى الاخر بقدرة الله يجيكم كيما تشوفوا في الفيديو بالضبط، يكون ناجح 100%. خبزة خفيفة ظريفة وبالحق من داخل خفيفة ما فيهاش البابة بالكل كيما تشوفوا في الفيديو بالضبط. ان شاء الله عجبتكم الوصفة وان شاء الله تجربوها وانتم ملمومين مع العائلة والاصحاب والاحباب. إذا كان عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. إذا كان تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام وإلا الفيسبوك راهو كويزين مالية. إن شاء الله رمضانكم مرة أخرى مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. تبقوا في أمان الله وإلى اللقاء.